النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استقرار على الطقس خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي، طقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل إلى بارد ورياح شرقية نشطة متوقعة أن تهب عن المملكة يومي الأربعاء والخميس. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية هذه المرة في المنطقة الشمالية والوسطى، وأجزاء من المنطقة الشرقية هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية قادمة من المناطق الإفريقية والصحراء الإفريقية، واندفعت باتجاه منطقة بلاد الشام والمملكة. باقي المناطق شهدت أجواء صافية بالمجمل. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط هبات الرياح من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حيث تهب وتنشط رياح شرقية إلى جنوبية شرقية اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله. هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر وتمركز وعمله لمركز فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي هذه المرة فوق الأراضي العراقية. تموضع هذه العناصر الجوية في هذه الأماكن سيعمل على هبوب واندفاع لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المملكة، تكون نشطة السرعة في بعض الأحيان وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، وأيضا زيادة الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت بإذن الله، حيث يستمر الطقس البارد نسبيا بالسيطرة في عموم المناطق. درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تكون أقل بحوالي درجتين إلى درجة واحدة فقط. كما ذكرنا الأجواء تبقى خريفية لطيفة باردة نسبيا خلال ساعات الليل إلى باردة في بعض المناطق خاصة في المناطق الجبلية العالية. هذه الظروف الجوية أو هذه الأحوال الجوية ستبقى مستمرة حتى عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 11 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء رياح نشطة شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة 18 درجة مئوية فقط، أما الصغرى 14 درجة مئوية. يوم الخميس ترتفع قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية 20 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 13 درجة مئوية. يوم الجمعة تعود للانخفاض لتسجل 17 درجة مئوية، أما الصغرى 12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.